روسام وسوران، حكاية من التراث الأسيوي. في قديم الزمان عاش في إمبراطورية أفغانستان مقاتل شجاع يدعى روسام. وكانت تجاور إمبراطورية أفغانستان مملكة طوران، وكان هناك عداء مزمن بين كل من المملكتين. المهم أن روسام انضم إلى جيش أفغانستان وعمل على تقويته والشد من عزيمته، وبسبب شجاعة روسام تمكنت إمبراطورية أفغانستان من أن تكسب كل حرب، مما اضطر مملكة طوران إلى الكف عن محاربة الإمبراطورية الأفغانية. وفي أحد الأيام، وبينما كان روسام يتجول وحده، وجد نفسه دون أن يعلم وقد دخل مملكة زمانكان. وبما أن الوقت قد تأخر، فقد عزم روسام على أن يطلب من سكان قلعة زمانكان السماح له بالمبيت عندهم. وبسبب الموقف الحيادي الذي تمارسه مملكة زمانكان بين أفغانستان وطوران، رحب ملك زمانكان بروسام، وكانت لهذا الملك بنت في غاية الجمال تدعى تامي. ولذا لم يكن الأمر عجيبا عندما وقع روسام في حب تامي من أول نظرة، وكذلك عندما شاهدت تامي روسام تعلقت به ووقعت في حبه في الحال. وبموافقة والد تامي تم زواج روسام وتامي، ومنذ ذلك اليوم عاشا في منتهى السعادة والفرح. وبعد فترة وجيزة حملت تامي من روسام، وغمرتها فرحة لا توصف، ولكن سعادتها لم تكتمل، حيث نشبت الحرب ثانية، واستدعى إمبراطور أفغانستان روسام ليقود الحرب ضد الأعداء. بما أني ذاهب إلى الحرب ولا أعلم متى أعود ثانية، خذي هذه العقيقة، وإذا وضعت بنتا ضعيها على شعرها، وإذا وضعت ولدا فضعيه له على معصمه، وهكذا يمكنني التعرف على ولدي أو بنتي أينما يكون. وهكذا افترق روسام عن حبيبته تامي من دون أن يعلم أحدهما متى سيلتقيان ثانية. لقد كان فراقا قاسيا. ومرت 10 سنوات سريعة، ونما ابن تامي سوران، وكان شبيها لأبيه، ومن الطبيعي أن يصبح سوران فارسا شجاعا في مملكة زمان كان. سوران، أنت بحق بطل شجاع مثل أبيك، بطل إمبراطورية أفغانستان. بطل أفغانستان؟ إذن أبي بطل أفغانستان؟ نعم، والدك هو المقاتل المشهور روسام، ليته يستطيع أن يراك الآن، أنت تشبهه تماما، أنا واثقة بأنه سيفرح كثيرا لرؤيتك. إذن لماذا لا نذهب إلى أفغانستان ونعيش معه هناك؟ لا نستطيع يا بني، لأن إمبراطور أفغانستان لن يسمح لوالدك بالزواج من امرأة أجنبية، هذه هي قوانينه. لقد تألم سوران كثيرا لعدم تمكنهما من الذهاب إلى مملكة أبيه. وأثناء ذلك دخلت أفغانستان حربا جديدة مع طوران، ومن المؤسف أن مملكة زمان كان وقفت إلى جانب طوران، مما دفع إمبراطورية أفغانستان إلى محاربة كلا المملكتين. كانت الأميرة تامي قلقة وخائفة جدا من احتمال التقاء البطلين الأب والابن في ساحة القتال وسقوط أحدهما قتيلا بيد الآخر. سوران، أرجوك أن تضع هذه بمعصمك، لقد أخبرني والدك قبل أن تولد بأن أضع هذه العقيقة على معصمك ليتمكن من التعرف عليك، أرجوك أن تلبسها دائما. حاضر، سوف أجعله يراها. سوران، عود بصحبة والدك. وسار جيش مملكة طوران ومملكة زمان كان تحت قيادة المقاتل سوران.
إلى الأمام ولا تدعوهم يتقدموا خطوة واحدة. هيا! لقد كان رسام يقود جيش إمبراطورية أفغانستان، وهكذا سار في مقدمة الجيش. معركة الغد ستقرر كل شيء. إذا التقيت بوالدي سوف أخبره من أكون أنا، وسوف أشرح له بأنني قد جئت للقضاء على إمبراطورية أفغانستان، وهذا يعني السعادة له ولأمي. لابد أن يكون والدي مقاتلا شهما، كم أنا مشتاق للقائه. وعند حلول الفجر بدأت المعركة. لقد علم رسام بأن القائد الشاب الذي يقود الجيشين هو من مملكة زمان كان. وعندما شاهد سوران شكل والده المشهور في ساحة المعركة بدأ قلبه يخفق بشدة. أنا سوران قائد الجيش الطوراني، أرجو أن تعرفنا بشخصك. إذا لم أخطئ فأنت القائد رسام. في هذه اللحظة فكر رسام ما الذي يفعله إذا تمكن هذا المقاتل الشاب من التغلب عليه. أنا لست رسام، أنا مجرد مقاتل بسيط في جيش أفغانستان. ودار قتال عنيف بين الأب والابن، وتحطم سيفاهما وكذلك رمحاهما دون أن يحرز أحدهما نصرا على الآخر. ولم تصمد الفؤوس بأيديهما فتحطمت، وكذلك بدأت دروعهما في التهرؤ. واستمر القتال 3 أيام، كان البطلان يتقاتلان وفي نفس الوقت يكبر بعضهما البعض لشجاعته وفروسيته. أيها الشاب، أنت تقاتل بجدارة. وكذلك أنت، أنت رسام أليس كذلك؟ كلا، أنا لست رسام. إذن خذ. والدك البطل الشجاع رسام، بطل أفغانستان رسام. وتردد سوران وفكر بأنه من الممكن أن يقتل الآن والده، ولكن رسام لم يدرك سبب تردد سوران فاستغل الفرصة. غير معقول، غير معقول أبدا. ماذا فعلت؟ أوه ولدي، ولدي. ماذا فعلت؟ لقد قتلت ابني بيدي. آه يا ولدي، لقد قتلتك يا ولدي العزيز. ماذا فعلت بك يا ولدي؟ لن أغفر لنفسي أبدا، لن أغفر لنفسي. وهكذا كسب رسام المعركة ثانية، ولكن النصر كان مصحوبا بألم شديد. وعندما عاد رسام إلى بيته أحرق كل شيء استعمله في المعركة، الخيمة، السرج، الدرع، الخوذة، لقد أحرق كل شيء. وعندما علمت تامي بمقتل والدها الحبيب أشعلت أيضا النار في القلعة لتحرق معها كل الذكريات.
وهكذا لم ترحم الحرب قلب أنبل وأشجع فرسانها، فسحقته كما سحقت من قبل قلوب آلاف من الأبرياء. لقد كان موت سوران بداية المعاناة لرسام وتامي، فقد بقيا بعيدين عن بعضهما إلى أن وافاهما الأجل.